حماس قلب بايدن. دي التويتة الساخرة اللي كتبها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن خفير على إكس للتعبير عن رضا حماس على الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإن حماس بتحب بايدن وبعد تصريحاته اللي هدد فيها إسرائيل بوقف إمدادات الأسلحة والذخيرة في حال وصلت عملياتها في رفح. تعليقات بن غفير استفزت الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اللي علق وقال: يجب الامتناع عن التصريحات غير المسؤولة التي لا أساس لها من الصحة، هناك طرق أخرى لحل الخلافات حتى عندما يكون هناك جدال ولحظات مخيبة بين الأصدقاء. طبعا تعليقات كتير صخرت من تويت بن غفير وردت عليها بنفس النغمة، منها مثلا بايدن بيحب حماس أكيد. كمان في تويت أخرى: إسرائيل تحب الإبادة الجماعية.